عسلامة. انا اليوم باش نطيب الفطيرة نتاع المخ. هذايا المخ نتاع العلوش باش نطيبو فطيرة، والنجم زادا نطيبوها بالمخ نتاع البقري، والمخ زادا نجمو نطيبوه عجة. احنا وش يساعدنا انا باش نطيبو فطيرة اليوم؟ حضرت شوية معدنوس مقصوص جويد، شوية بصل قصيتو، كعبتين بطاطا باش نصمتهم، شوية جبن رابي، نحطو اي نوع نتاع جبن، وحارتين عظام باش نحط فيها، وهذايا لفاح اللي هو كمون، كركم، فلفل اكحل، شوش ورد، ملح، قشور برقدان، شوية فلفل ملحي، نزيد زيتونة، وشوية خل لسه متاعنا متاع المخ. توا باش ناخذ المخ باش نحطه في الكسرونة هذيا باش نصمتو، صبلو شوية ماء، وباش نحط شوية ملح، شوية هكايا، وباش نصب شوية خل، مقدار نتاع مغرفة. وتوا هاني باش نهز نحطو على النار نصمتو، وباش نقشر البطاطا زيدا باش نصمتها. البطاطا هاني حطيتها تتصمت، أو باش نحط لها شوية ملح وشوية كركم، والمخ حطيته زادا يتصمت، وتو يغلي دريج من زمان ونطفي عليه. المخ تصمت وطفيت عليه وبزعت له ماء، البطاطا زادا تصمتت وطفيت عليها وبزعت لها ماها. توا باش نحطها لهنايا في الشقالة، وباش نرفسها بالفرشيطة هكايا. البطاطا بعد ما رفستها بالفرشيطة باش نحط لها المعدنوس، نحط لها البصل. بعد ما خلطتهم توا باش نحط شوية من التفاح، باش نحط شوية ملح مش برشا، خاطر أنا ديجا حطيت في المخ وفي البطاطا، شوية قشور برقدان، شوية كمون، كركم، شوية فلفل أكحل، شوية شوش ورد، وعندي شوية فلفل ملحي باش نحط بزايدة شوية نحبها حمرا هنا. نخلط التفاح هذايا كلو. توا باش نكسر كعبات العظام، كعبات العظام كما تكسرتها. توا باش نحط الجبن، هذايا جبن رابي، نخلط المخ. توا باش نقصو هذايا اللي صمتو، المخ قصيتو تريفات هكايا. وتوا باش نحطو على كل خليط اللي حضرتو، وباش نصب مغرفتين زيت، ونصب شوية في التبيق اللي باش نحط فيه، نصب شوية زيت باش ندهنو. ونخلط الخليط هذايا كلو، خلطو. توا بعد ما خلطتو الخليط هذايا ندهن التبايق كلو هكايا اللي حطيت فيه الزيت. وتوا الخليط هذايا كلو باش نصبو في التبايق هذايا، ونحطو في الفور باش يطيب. توا الفور نتاعي سخون، عندي ربيع ساعة ملي شعلتو، وهاني باش نهز نحطو في الفور يطيب. الفطيرة نتاع المخ طابت، وتوا هاني خرجتها من الفور باش نخليها تبرد شوية، وبعد باش نفرغها في الصحين. الفطيرة نتاع المخ بردت وفرغتها في الصحين، وهاني باش نقصها. وهذه هي الفطيرة متاع المخ اللي طيبتها، وشهية طيبة بسلامة.